أقفل المعبر الحدودي بين قرية أقشقالي التركية وبلدة تل الأبيض السورية. هذا المعبر كان المنفذ الوحيد لسكان المنطقتين الذين كانوا يمارسون الأنشطة التجارية والزراعية، ولكن التطورات الأخيرة التي أدت إلى تبادل إطلاق القذائف بين تركيا وسوريا عبر هذه الحدود أوقفت كل أشكال التبادل التجاري والتعاون بين الأهالي. محمد أغلق مطعمه بسبب التوتر على الحدود، وهو الآن عاطل عن العمل. ما ظل بشغل هنا، ولا شعب التركي ولا شعب السوري ساعة كلها جاعدة. هاي الحال كان أنا عندي بهذا مطعم، كنا نشتغل، بس بعد ما صار الضرب والمشاكل هذه الشغل ما ظل بي يعني هنا. الحال ليست أفضل عند خلف الذي يمضي نهاره في قراءة الصحف لمتابعة الأخبار بانتظار أن يبيع ما توفر من بضائع في متجره كي يسدد الأقساط المدرسية لأولاده. أولادنا الحز مو هنا، يعني أولادي مو هنا، أولادي الحز تقريبا 15-20 كيلومتر عند أخوالهم غادي. ليه؟ من الخوف، من الخوف ما ينامون، ما نقدر ننام. تقع إيه هنا، تقع إيه هنا، دور قوم يرجفون علينا، والولاد صابهم أبو صفار، وإحنا حرب ما نريد. رغم صعوبة الحياة الريفية التي يعيشونها، أتت الأزمة السورية لتزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق الحدودية الذين يأملون أن تعود الأمور إلى سابق عهدها. المدارس هنا علقت دوامها بعد أن وصل الرصاص الاشتباكات إليها داخل الأراضي التركية، الأمر الذي دفع ببلدية أقشقالي التركية الطلب من السكان الأتراك المقيمين في مناطق متاخمة للحدود ترك أماكن إقامتهم والابتعاد عن المنطقة التي، وبعد أن أقفلت معابرها، أقفلت معها أبواب رزقهم. جو خولي، سكاي نيوز عربية، من الحدود التركية السورية.